وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحلقة جديدة ومختلفة النهاردة. بنتكلم النهاردة عن الجمال، والجمال بيكون عنوان للمرأة، ومن المؤكد ان عنوان وجمال المرأة في شعرها لان هو تاج ليها. بس قبل ما نتكلم ونشوف الشعر والتجميل، هنحب نشكر الميك اب ارتست الأستاذة نورة فوزي. صح يا عبير، مساء الخير عليكي. مساء النور يا سماح، مساء النور على السادة المشاهدين كلهم. زي ما سماح قالت، النهاردة حلقة مختلفة، حلقة للسيدات، الجمال والشعر. والشعر بالنسبة للسيدات هو التاج، هو تبرز جمالها. هو السيدات جمالها في كل حاجة، في الروح، في البسمة. بس السيدات بتحب تهتم بشعرها قوي، فاحنا النهاردة عشان السيدات وعلشان البنات قلنا حلقتنا النهارده في الشعر. استاذة معانا خبيرة التجميل استاذة اسماء رشاد. اهلا وسهلا بيكي، حضرتك تعرفي نفسك، منورانا، عرفينا بنفسك. اهلا وسهلا بيكي حضرتك. اولا شرفت بوجودي معاكم هنا برنامج طاقة امل، قناة الصحة والجمال. شرف ليا وجودي معاكم النهارده. تمام. اولا انا متخصصة في علاج الشعر وفرد الشعر وعلاجه، ومتخصصه الحنه، وصاحبه براند فيلر روسيلا قريبا ان شاء الله في الاسواق باذن الله. نتكلم عن كل حاجه تخص الشعر وتهم المراه. فخوره ان انا موجوده في وسطكم النهارده، ويا رب دايما افيدكم واقدر افيدكم. اهلا وسهلا بيكي. في البدايه كده احنا بنقول عن المشاكل اللي بتواجه الشعر في البدايه، مبدئيا كده نعرف المشاكل. يعني هنبتدي نتكلم ان البنات دلوقتي بتعاني من تساقط، وده طبيعي لان احنا في فتره 3 شهور دول بتوع الخريف بيبقى عندنا تساقط طبيعي. تمام، هنتكلم في حله بعدين. الشعر اللي هو المموج، شكله مش صحي، المقصف، المجعد. اكتر حاجه بتشغل البنات ان يبقى شكل الشعر صحي وما يبقاش فيه تساقط، شكلا حلو وصحيا كويس. بس دي اكتر حاجه بتهم البنات في الشعر. تمام. طيب حضرتك قلت لنا ان عند حضرتك براند تمام لترميم الشعر وعلاجه، ممكن حضرتك تقول لنا ايه هو وعباره عن ايه وكله؟ مبدئيا كده البراند بتاعي انا كان في ملاحظه مشاكل كتير، اللي هي الكراتين، البروتين، الفيلر، ده له اضرار وده له مش عارفه ايه. كان في زمان وسائل قديمه اللي احنا بنعالج بيها الشعر وبنفرد بيها الشعر، وكانت كلها نتائجها مؤساويه. فبدا ما شاء الله العلم اتحدث وبدا يحصل حاجات جميله في الاسواق. فكل ماده كل ما احنا بنتغاضى عن السلبيات تمام، وبنعمل يعني انا كشغلي متخصصه بايدي، فانا عارفه ايه السلبي، وكست عارفه ايه اللي بعانيه في شعري، فعارفه ايه احتياجاتي اللي انا محتاجاها. فبدات ان انا ابحث ان انا محتاجه منتج يديني اللي انا عايزاه باقل الخسائر او لا قد لا يكون في خسائر. فكان عندي فكره الفيلر. الفيلر احنا عارفين ان في فيلر معالج، بس الستات في ستات شعرها مجعد جدا، فهي عايزه تعالج وفي نفس الوقت تشوف الشكل الجميل. في شعور صعب التعامل معاها، وفي حالات يعني كلنا عارفينها، شعور افريقيه، شعور مجهده، هايشه، وانت عايزه قدام جوزك، قدام نفسك، لنفسك شكلك يبقى جميل. فبدات ان انا ابحث ان احنا نعمل منتج يحل المعادله الصعبه دي، اللي هو يعالج وفي نفس الوقت يديك المظهر الصحي الجميل، ويحافظ على حلاوه الشعر، على حلاويه شعر ومظهرها الصحي. بل بالعكس، الجديد يطلع صحي اكتر ويطلع احسن. فمن هنا جت فكره فيلر روسيلا، يخلي الشعر يتنفس. طبعا جت فيلر روسيلا بقى الفكره ان انا اتكلمت في ايه، ان انا هو المنتج اسمه ايه؟ روسيلا. روسيلا اسمه مميز. بصوا، هو احنا الفكره نفسها في ايه؟ الفكره ان انا الفيلر ده المعروف ان هو بيدي فوليوم للشعرايه تمام، وبيعالج الشعرايه. فانا لما كمان اخليه يفردها باقل الاضرار او من غير اضرار، يبقى انا كده حققت المعادله الصعبه، فرد وصحه ومحافظه عليه وعدم تساقط. خاصه هو غني بالزيوت الطبيعيه، يعني مليان كولاجين، مليان زبده شيا، مليان زيت ارجان، مليان زيت زيتون، فيتامين اي. كل ده كنت مركزه عليه ان ده يكون متوفر، وترطيب الماده يكون عالي جدا. لان الشعر ابتدي يتساقط لما يكون او يتقصف، مش تساقط سوري، يتقصف لما يكون الشعريه ناشفه ومجهده. طول ما الشعريه مترطبه هي اوريدي جميله. طب هو امتى يعني بيقع، بيتقصف ويقع، يعني تبص تلاقيه وقع بزياده، بتعالج هل ده المنتج بيعالجه؟ لا، هو في
نازل منتج معايا للتساقط، ده هيبقى خاص بالتساقط اصلا لعلاج التساقط. موجود معاكي في المنتج في المنتجات النهارده؟ موجود معايا في المنتجات باذن الله، هيتم طرحه في الاسواق. منتج خاص بعلاج التساقط فقط. تمام. اولا اسباب التساقط بقى عشان نكون صراحه مع بعض. ايوه. التساقط دوت بيبقى ممكن يكون بسبب عضوي او سبب نفسي او سوء تغذيه او استخدام مواد غير امنه على الشعر وغير مصرح بيها من وزاره الصحه، او فيها نسب يعني مش مصرح بيها. تمام. احنا اصلا لما بنتكلم على الفيلر بنقول ان هو يعني احنا وصلنا لمرحله امنه. ليه؟ لان احنا استخدمنا احماض امينيه بدائل للفورمالين. تمام. استاذه اسماء، انت قلت لنا قبل الحلقه انك عملتي تجارب كتير لمده سنه علشان تقدري تطلعي وتقولي ان المنتج فعلا مثالي وامن. وامن على الاطفال. تمام. حوامل تقدري تشتغلي على الاطفال بيه، تقدري تشتغلي على الحوامل بيه، تقدري تشتغلي. جميل. عشان كنت لسه هقول لك هو ليه سن معين. هو ما هقول لك على حاجه عشان نكون في السيف سايد، ان التكوين البصيله للطفل بينتهي عند الثمان سنين، يعني من عند ربنا كده بيكون لسه في تغيرات لحد ثمان سنين. في المرحله دي انا لا يسمح لي ان انا اتدخل نهائي علشان ما اثرش على التكوين اللي ربنا خلقه اللي انا عمري ما هعدل فيه. بعد ثمان سنين انطلق. طب استاذه اسماء، ازاي السيده تحافظ عليه؟ انت عملته لها اوكي. تمام. عايزه تحافظ عليه مده اطول، وهل المده اللي انت بتقوليها بعد كده بتعمل له اعاده ولا ايه بالظبط؟ طيب اول حاجه انا دلوقتي كده، انا بالنسبه للاعاده، الاعاده بتبقى مثلا ماكسيمم كل ست شهور، ما ينفعش اقل من كده يعني. تمام. كل ست شهور بيكون طول عندي الشعر اللي اتعمل خلاص الطبيعي. هو المفروض بيطول النمو الطبيعي. النمو الطبيعي بيكون الحمد لله طالع متحسن. فانت لما بتعيدي عشان يبقى الشكل برضو زي القديم والشكل الدنيا جميله والشعر طول، فبتعيدي على الجذور بتاعتك الروتس اللي طلعت بس. تمام. طب لو سمحتي بالنسبه للمنتجات أي اللي هي كانت قبل كده، اي روتس بتطلع مكعده، ما بتطلعش زي الاول، كمان بتطلع بالعكس، ما هو ده بتطلع اسوأ من الاول. ما هي دي المنتجات دي كان لها عيوبها واحنا تفديناها الحمد لله في المنتج بتاعنا عشان نطلع الروتس افضل. نشتغل ونعدل الروتس يعني دوت افضل. اول تعديل نقدر نقول ان الشعره اللي هتطلع جديده هتبقى واخده صحيا اكتر ومفروده. بس شرط ان انت تمشي، انت لسه بتقولي تعملي ايه بعده. انا هقول لك اللي تعمليه ده هيكون للشعر المعمول والمش معمول عشان تهتم بشعرك. الروتين اللي هو هتمشي عليه عشان تحافظ على الفيلر. احنا برضو عملنا افتر كير بعد الفيلر اللي هو عباره عن شامبو، بلسم، حمام كريم. نفس المنتج. من نفس المنتج. علشان انت هو ده بيبقى زيرو صوديوم، زيرو سلفات، بارابين. كل السلفات والصوديوم والبارابين الحاجات دي بتعمل تساقط، سواء عامله بروتين او مش عامله بروتين، او عامله فيلر او مش عامله فيلر. فاحنا عملنا المجموعه دي بحيث ان احنا نحافظ بيها على شعرنا بعد ما نعمل الفيلر، بعد ما نعمل او لو احنا مش عاملين. تمام. بنستخدمها بانتظام زي ما بننصحك، وطبعا تختاري متخصصه تكوني واثقه فيها وشاطره علشان وتعرف تستعمل المنتج. تعرف تستعمل المنتج. او المنتج اي حد فاهم في مجاله ودارس هيشتغل، بس الفكره ان انت تختاري حد دارس. يعني سوري مش هروح لاي حد متمكن. حد متمكن. لان اصلا بنسمع ان الفيلر وقع الشعر مش عارفه ايه كتير، مشاكل كتير. لا، هي حته تطبيق واهتمام منك، متخصصه شاطره، والماده طبعا. لا، والتكنيك اللي هو بيشتغل بيه. التكنيك بتفرق لو في حاجه بسيطه، لو كوت على شعره مبلوله الشعره دي بتقع. بتقع بطولها طالما حطيتي عليها حراره وهي مبلوله بتقعد. دي حاجه بسيطه انت ممكن تستهوني بيها. تمام. اختيار الماده الامن بالنسبه للمتخصص، انت لما تختاري متخصصه كويسه هتختار لك ماده كويسه. تمام. اختيار الماده الامن، اختيار المتخصصه الكفاءه اللي هي تقدر تعمل لك الشغل كويس. الاهتمام والروتين ده حتى للشعر العادي. انا دلوقتي مثلا شعري قصير بس تقيل وما بيطولش، هل يا ترى المنتج بيساعد على انه يطول الشعر؟ طبعا بتستخدمي افتر كير ما بعد البروتين. تمام. واولا انت كمان انا بنصح الناس اللي شعرها ما بيطولش ان هي تاخد فيتامينز. انت كده في غذاء مش بيوصل لشعرك، او تستخدم زيت الامداد بتاعنا مثلا. يعني لا طبعا محتاجه فيتامينز، لان ممكن كده جسمك مش بيمد البصيله بالغذاء الكافي، فانت بتضطري تدعميها من بره بحاجه تكمل. طب استاذه اسماء، حضرتك دلوقتي بتقولي اللي هو الافتر كير ممكن تستعمله اي سيده او اي بنوته من غير الفيلر.
طبعا لانه مواد امنه جدا ما فيهاش اي يعني حاجه، يعني ممكن تستعمله من غير ما تعمل فيلر او حاجه. يبقى دوت روتينها ممكن بيتعمل كل قد ايه؟ كل اسبوع زي حمام الكريم كل اسبوع ولا كل اسبوع؟ انت لما حافظتي على الشعريه، الشعريه بتجهد يا تتقصف يا اما يحصل لها تساقط. ده بيحصل نتيجه استخدامك لمواد ضاره او مواد غلط، او انك ما بترطبيش شعرك بالشكل الكافي وبتتعاملي معاه بالطريقه الصح. لو انتوا حابين او في وقت في مجال الحلقه يسمح ان انا ممكن اقول لهم لو حاجات بسيطه ازاي يتعاملوا مع شعرهم، انا ما عنديش مشكله. لا اتفضلي. اوكي. حضرتك قلتي لي ان حتى اذا كان الفيلر او الافتر كير بيتحط بعد الروتس تقريبا ب 2 سم، ده اهم حاجه. بس اول احنا لما بنشتغل بالفيلر احنا اساسا هو مش مضر ولا حاجه، ولكن احنا بنكون حريصين ونخلينا في السيف سايد ان احنا نبعد فروه الراس، لان في ناس بتبقى كمان بشرتها حساسه وبيحصل. فاحنا بنبعد عن الروتس بسنتي، فاحنا كده ما بنلعبش في التكوين بتاع ربنا بتاع البصيله وما بنضرهاش، دي اول حاجه. ثاني حاجه احنا بنستخدم افتر كير صح، يبقى البصيله بتتحسن بتتجدد وبتمشي على روتين تمام، الدنيا بتبقى جميله معاكي ودور بتطلع احسن، الشعر بيكون صح وبيطول وبيتقل. ده بالنسبه اللي هو الايه الافتر كير وازاي ان انا احافظ على شعري. يعني دلوقتي انا مثلا انا لسه تحت فتره العلاج من المنتج الخاص بيكي، دلوقتي انا مثلا انا شعري قصير، لا انا عايزه اطوله، البس البوريك والاكستنشن والحاجات دي كلها، هل دي بتاثر مع المنتج؟ يعني بتبقى صعبه؟ لا هو انت عايزه تلبسي مثلا البوريك، الناس اللي بتلبس بوريك قبل ما شعرها يطول، يعني شعري قصير لا عايزه اطوله. قصدك تقصدي هل ده هيأثر مع المنتج؟ لا خالص عادي. لا بس هو انت اصلا لما تعملي بالمنتج مش هتحتاجي تلبسي اكستنشن. لا انا عايزه اطوله، يعني هو ناعم اوريدي مفيش مشاكل، ولكن انا مثلا عايزه اطوله. لا مش هيضر. طب تمام. لا مش هيضر، لان دي حاجه انت لابسه حجابك دلوقتي، هل ضر شعرك؟ مع البنات اللي بشعرها فرضا احنا هنحط نعملها معامله، طبعا هي ماليش هخش في النقطه دي، بس هنعملها ان هي حاجه مغطيه الراس تمام. فانت دلوقتي لابسه طرحتك، هتضر الفيلر اللي انت عاملاه في ايه؟ انت يعني ماشيه على روتينك صح؟ ماشيه على روتينك صح؟ احنا اتكلمنا دلوقتي عن المنتج يا استاذه اسماء، عايزينك بقى تقول لنا نصايح للبنات ازاي تحافظ على شعرها. تمام. اول حاجه وايه الحاجات اللي بتضرها من الصبغات وكله؟ يعني هو البنات عايزه اقول لكم ان الصبغه مضره جدا للشعر، بس البنات لابد منها، احنا كلنا ستات بنحب نتجمل، فبرضه هنخلينا في السيف سايد ونروح لحد يكون كويس ويكون حد مش بيجيب مواد. يعني في مواد كتير، في مواد مستورده نظيفه، وفي وعلى المستورد مفكريني هقول لك على حاجه هتخص المنتج برضه، بس الفكره ان في مواد مستورده نظيفه، في مواد امنه اقل ضرر بيستخدموها الناس الفاهمه الدارسه تمام. بيكون في عوامل حمايه بيحطوها، مش هقول اسامي المنتجات، قبل الصبغه مع الصبغه بحيث انها ما تضرش شعرك، وانت برضو تمشي على المجموعه الافتر كير اللي هي برضه سواء بعد الصبغه. اي افتر كير، لان الشعر بعد ما تصبغ بيحتاج افتر كير، بيبقى هلكان. بيبقى هلكان. اقدر اقول لهم ما تعملوش صبغه كتير، يعني لو يكون مره في السنه كويس. يعني انا عملت الصبغه اروح عامله المنتج هيبقى لو انت عملتي تمام؟ ممكن عادي جدا لو انت ولا قبل الصبغه؟ لا بس لا الصبغه الاول. الصبغه لو انت هتعملي ايه الفتره ما بين الصبغه وما بين ان اعمل اقل فيلر. شيء اريح اسبوع، اريح الشعر من الاجهاد اللي فيه اسبوع، لان العمليتين عكس بعض، حاجه حمضي حاجه قلوي. تمام. فالصبغه قلوي بيأثر على لون الصبغه بعد ما بتعمله؟ لو بيفتح مثلا الصبغه. اتكلم عن منتجي ماليش دعوه بغيري. اتكلم عن منتجي. لا اتكلم عن المنتج بتاعك. مش هيأثر لان الاحماض عندي مش عاليه خالص. الاحماض عندي الحمد لله فيلر، يعني احماض اقل، احماض خفيفه، مش احماض عاليه فتضر الشعر وتضرك تمام. اما بالنسبه بقى للبنات، يعني تعاملهم نفسه مع الشعر، الاجهاد اللي بيعملوه والسشوار كتير والبيبليس كتير. اولا يعني انت لو هتعملي سشوار بيبليس حطي سيرم حراري قبل السشوار او احنا انا موفره ده برده في الافتر كير بتاعتي، بتحطيه قبل السشوار او قبل البيبليس بربع ساعه. بيغلف شعرك، بيديله فوليوم، بيحميه من اشعه الشمس والتراب، بيغذي الشعر. ده بالنسبه للسيرم، انت بتستخدميه قبلها بربع ساعه. ثانيا انا غسيل الشعر الرقفه، يعني انا بشوف معارك بتحصل. انا اسمع بيقولوا ان في غسيل الشعر ممكن يتلف الشعر. ايوه يتلف الشعر طبعا. انت لما بتغسلي شعرك اولا انت لازم البصيله تتنفس عندك. انت ما تحطي دهانات كتير، انا لسه هقول نبعد الدهانات عن فروه الراس كل حاجه ليه، لان احنا حتى ممتحط. لو شامبو او بلسم. الشامبو لا، الشامبو اساسي يلامس فروه الراس لازم، عشان تنضفي تنظيف عميق وتدلكي بايدك 5 دقايق كده ببطن ايدك من هنا كده. هتدلكي، هتجيبي الفروه وتنضفيها كويس جدا على الاقل مره لمرتين في الاسبوع.
اسبوع ما يزيدش عن كده، لان في زيوت طبيعيه ربنا خلقها لنا احنا اولى بيها لو مش هنعرف نعوضها من اي منتج ولا حتى منتج، لان زيوت ربنا لا يعلى عليها يعني. والبلسم يعني انا المس شعري فروه شعري من البلسم ولا لا اخليه كده؟ ولا اي برودكت تحطيه غير الشامبو على فروه راسك غير البرودكت بتاع الانبات، وده بيبقى الوقت برضو بتغسليه بعده يعني بتحطيه عدد ساعات معينه وبتغسليه. اما بالنسبه للبلسم حمام الكريم تريتمنت معالجات بتحطيها بعيد عن فروه الراس عشان اتنين سم. فاصل وراجعين. رجعنا لكم بعد الفاصل وهنتكلم ونكمل مع خبيرة التجميل أستاذة أسماء منورانا تاني. احنا كنا عايزين نعرف هل الحوامل المنظر الجميل اللي احنا شفناه هل ده بيأثر على الحمل ولا لا؟ طبعا، لا طبعا. انا اشتغلت المنتج اكتر من سنه تحت التجريب، خاضع للتجربه بقاله اكتر من سنه، اشتغلناه على الاطفال. في حاله معايا الطفله بس وقت البرنامج لا يسمح، في حالات معايا الحوامل، في حالات معايا اكتر من حاله. يعني المنتج امن 100%؟ امن 100%، احماضه امينيه، زيوته عاليه، ترطيبه عالي، ما تقلقيش منه خالص. طيب هو المنتج اصله ايه؟ خاماته منين؟ اولا عشان نكون صراحه، هو احنا ما عندناش هنا خامات للمنتجات في مصر عامه، فاحنا الخامات طبعا بنجيبها من بره، ولكن احنا عايزين نتحدى عقده الخليج. ده كان تحدي كبير بالنسبه لي بصراحه، ان انا اعمل منتج مصري بكفاءه البرازيلي. فهو وكمان يعني احنا بنعمل سوق جديد، بنفتح مجال عماله جديد، حاجتنا من عندنا، وبنتحدى طبعا السعر بقى. لا السعر وانت كمان بتقولي حاطه حاجات طبيعيه فيه جدا. انت يعني كده بتتحدي السعر اللي جاي لك من بره، السعر في المتناول. اولا انت لما بتستوردي الخامات من بره، فالخامات بتجي لك خامات بس مش محطوطه في عبوات. أيوة. بتجي لك بتكلفه كويسه، ودي حاجه عاملها لنا الدوله، حاجه حلوه قوي. انت بتحضريها؟ احنا هنا بن بن بنجهز وبنضيف ترطيباتنا تمام، وبنحطه بيخلص هنا، تصنيع هنا في مصر. فالمنتج بتاعي مصر وافتخر طبعا. يعني دي حاجه بتقدمها لنا الدوله، بتسهل معانا لما تكون الحاجه مواد خام بتبقى اسهل واخف، بتبقى كمان سعرها في متناول. فاحنا كمان بالتالي بنقدمها للناس بسعر كويس. طيب بقول لك يا استاذه اسماء، انا جبت المنتج تمام، ازاي اطبقه على شعري وازاي استعمله؟ طيب اولا احنا لازم نروح لحد مختص. احنا معانا المنتج 1 2 3 4 5 ماشي اوكي. انا هروح لحد مختص بس انا برضك عايز اعرف ايه هي الخطوات عشان هي ما تبوظليش شعري. لا ما فيش كده، ما فيش حاجه اسمها. هو مكتوب على العلبه صح؟ هي عارفه ممكن تعمل بيبي ليست جامد، او زي ما انت حضرتك قلتي وهي مبلول الشعرايه. هو كل شعر هي فاهمه وهي دارسه. واحنا في الشركه عندنا او في الاكاديميه بنعمل كورسات للناس عشان تيجي وتتعلم، وبنعلمهم الخطوات الصحيحه. بنجيب دكتور لا في ناس بقى ما بتبقاش اكاديميه اللي هي بتاعه تجميل الشعر. بندي
بندي فيها كورسات بنعلم الناس ازاي تتعامل مع الشعر تمام. فهي انا دلوقتي عشان اقول لك ستيب باي ستيب هي هتعمل ايه، كل شعر له حالته وله وضعه. يعني انا هيجي لي شعر مش هكوي كده، لا هعمله كده، كل على شعر على حسب نوع الشعر، نوع الشعر نوع الشعر بيحكمني، الشغل بيحكمني. فانت مش هقدر اقول لك 1 2 3 فانت تروحي تقولي لها انت عملتي كده هتبوظي الشغل، انت اللي هتبوظي. فانت رقم واحد اللي هو المنتج الفيلر انت لازم هتروحي بيه المتخصصة شاطره هتعمله لك وهتشتغلي تمام. رقم اتنين في البيت بقى اللي هو الشامبو. أيوة. اللي احنا بنغسل بيه مره واحده في الاسبوع. بنغسل بيه وننظف الفروه كويس قوي، اضطرينا يبقى مرتين. باقي الاسبوع برطب شعري، برطب شعري بالهير ماسك، برطب شعري بالحمام الكريم. وطبعا ببعد عن البذور علشان ما اقفلش المسام بتاعه البصيله عشان تتنفس، عشان ما يحصلش معايا تساقط. ده احد اسباب التساقط، احنا نستخدم او نغسل شعرنا غلط. حاجه غير الشامبو ما نحاولش نخليها واصله لفروه الراس. ايوه، الا بقى اللي هو مواد المعالجه والامبات. فاحنا هنا دلوقتي كده انا خلاص ببعد عن الروتس شويه وبشتغل بلسم بتاع الحمام كريم طول فتره الاسبوع بتاعي عشان يحافظ على الشعريه مترطبه فما تتكسرش مني، ما تتكسرش وتقع تمام. فانا هنا دلوقتي كده. والسيرم انا بغلف بيه شعري، بيغذي شعري، عامل حمايه قبل المكوى لو انا حد مش عامل بروتين. لان طبعا لو انا حد عامل بروتين ممنوع البروكاب، ممنوع الفيلر او شيء بعد البروتين. ممنوع البروكاب، ممنوع الصبغه، ممنوع الحراره. يعني خلاص انا عملته هو شكله جميل جدا فانا احافظ عليه. وطبعا التعليمات كلها بتقولها لي المتخصصه اللي بتشتغل وبتبقى دارسه وفاهمه، بتقول لي كل الرولز اللي امشي عليها بعد شغلي. طب انا دلوقتي ممكن اعمله لاطفال من سن كام؟ 8 سنين. زي ما قلت من شويه ممنوع نتدخل في تكوين الشعرايه قبل 8 سنين لانها بتكون لسه بتتكون. يعني احنا مش عايزين نتدخل في التكوين نفسه عشان التكوين يعني يطلع زي ما ربنا عايز. طب ماشي أراضي. اوكي انا عملته لطفله 8 سنين تمام، اعمل لها برضك اعاده ولا كفايه عليها عشان ما يبقاش اجهاد على فروه الراس؟ لا بصي احنا ممكن نعمل اعاده. بصي في شعور اطفال بيتعرضوا لتنمر، بيتعرضوا لحاجات يعني شكل الشعر لا يمكن في شكل شعر ممكن يتعمل كيرلي، ممكن يتعمل وفي شكل شعر ما ينفعش خالص. ايوه بيبقى في شعر ممكن يتهندل فانت مضطره تتدخلي. في شعر ممكن يتهندل فخلاص. وفي بس عشان اعمل اعاده لطفله دوت امن عليها صحيا؟ امن عليها صحيا لان المواد بتاعتنا خاليه من الفورمالين، احنا بنشتغل باحماض امنيه تمام. دي حاجه. تاني حاجه انا لما بشتغل لها انا بتجيلي الام بنصحها بقول لها دلوقتي حاليا انت عايزه الشكل الليس قوي تمام، ولا عايزه حاجه ترميم بنسبه فرد اللي هي مثلا اعمل معالجه الشعر يبقى ليس في ويفي خفيف شكله ناتشرال وطبيعي وجميل، ولا انت عايزه ايه؟ فهي اللي بتقرر لي هي عايزه ايه. فهي اما بتقرر انا بشتغل على الاساس ده فاهماني. فده بالنسبه للاطفال انا بنصح بالترميم بنسبه فرد اللي هي المعالجه دي بتدي شكل ناتشرال وطبيعي. مش بالنسبه لفرد كامله. انا بنصح كده بس في ناس لا لازم ليس بس الفرد الكامله ديت بالنسبه للطفله هيبقى خطر على لا لا لا, لا 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 ولا اي حاجه. انا ببعد اصلا عن البصله زي ما قلت لك، وانا بديها بقى خلاص التعليمات اللي تمشي عليها بقى ازاي تعمل ايه. لما بعدتي عن فروه الراس في شعر بيبقى باين ان هو مش متظبط زي الشعر. لا ده تكنيك شغل شايبان. انا ببقى عارفه ازاي عشان اشوف الحالات دي فعلا بالفعل اللي هو بيبقى بدا يطلع اللي هو الشعر الجديد بيبقى لا لا ده حاجه ثانيه. ده انت في الاول بتاخدي شغلك بتستلميه منها الشعر 100 مفروض من اول سنتي لاخر سنتي. انت بعدين شعرك بيطول. ايوه اهم حاجه اللي يطول ده يبقى صحي، اهم حاجه اللي يطول ده يبقى احسن ويطلع احسن ما يطلعش مكعب. صح يعني اوحش من الاول بالظبط. ده يرجع لايه؟ للمنتج اللي استخدمتيه وللتعامل بتاعك مع الشعراي. يعني عليكي عبء كبير جدا، مش انا فردت شعري وانا كده خلاص شكرا. لازم متابعه طبعا لازم. انا في رولز هتتحط لي امشي عليها، انا اخليه بيها ولو ما جبتش الافتر كير ما اعملش. حلقتك جميلة جدا ورائعة وموضوعك طبعا بهم كل السيدات. اللي ان احنا وقتنا خلص ولكن محتاجة منك كلمة أخيرة، ازاي نوصل للمنتج؟ ازاي توصل المنتج؟ طبعا رقمي موجود هيتعرض هنا تمام، وانا معايا وكلاء على مستوى الجمهورية تمام، برضو ارقامهم باذن الله في منهم ارقامهم كانت في الفيديوهات والباقي باذن الله تواصلوا معايا هوصلكم بيهم باذن الله. متشكرين قوي يا استاذه اسماء، كانت حلقه رائعه واستفدنا كلنا ونتمنى من الساده المشاهدين انهم استفادوا. والله انا مبسوطه قوي ان انا معاكم بجد. تسلمي. وحلقه جديده على وعد منا في حلقه جديده ان شاء الله، وبنشكر خبيره التجميل
الجميل أستاذة أسماء، نورتينا وشرفتينا، أهلا وسهلا بك. شرف لي يا فندم، شرف لي. والسلام عليكم ودمتم في أمان الله.